أسماء التي أرادت أن تهدي حفظها للقرآن الكريم لوالدها الكريم. أدعو الشيخ عبد القادر وأدعوكم مشاهدي الكرام للتعرف على قصة هذه الطالبة مع القرآن الكريم، ثم نعود للتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ظفرنا بهذا المخيم المتميز للحافظات المتميزات لكتاب الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذه الأيام المباركة. كانت بدايتي مع القرآن كأول ضمة لسيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله بعد جهد جهيد واستغفار والحمد لله يسر لنا الله هذا الحفظ. كان أول ما شجعني على حفظ كتاب الله يا أمي، حفظها الله لي وبارك في عمرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الآيات نورا لأبي في قبره ونورا لهما يوم القيامة إن شاء الله. كان تشجيع ودعاء وهكذا كان مواساة هذه لحفظ كتاب الله. القرآن هو الذي يسر للدراسة وجعلها سهلة يسيرة، والحمد لله هو الذي يجعل الدماغ سريع الحفظ. معدل دراستي ما بين 13-14 شعبات رياضيات. كانت حياتي قبل القرآن يرثى لها، والحمد لله الآن لقد اصطفاني الله مع من يحبهم، وإن شاء الله أنال هذه المرتبة يوم القيامة. تغير في بعد القرآن كل شيء من صفات ومعاملات وأخلاق، وإن شاء الله سأكون قرآنا يمشي. ذكرياتي مع كتاب الله لا تعد ولا تحصى، كلها كانت تدبر والحمد لله. النصائح التي أنصح بها كل من يريد حفظ كتاب الله هي الاستغفار والدعاء. قال الله تعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانت كل آيات الله تعالى عظيمة، واستدركت من خلالها بديع خلقه وعظيم صنعه. والآية التي أثرت في قلبي كثيرا هي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدور الأساسي والرئيسي لهذا المخيم هو أن العمل جماعي، عمل جماعي ووقت منظم، هذا ما يجعلنا منضبطين في حفظ كتاب الله. طموحاتي المستقبلية إن شاء الله أنال مرتبة حافظ كتاب الله، وألبس والدي تاجا من نور إن شاء الله يوم القيامة، ودراستي وإن شاء الله أشرف بلدي.